النهارده برضه هقول لكم شويه حاجات كده، يمكن دي بتبين قد ايه ان احنا عندنا برضه شويه حاجات ممكن بتسبب لنا توتر. اول حاجه بتقول لك وبتبين ان انت عندك توتر، الشيء الطبيعي جدا هو الخوف، لكن في حاجه اسمها الخوف اللي هو الصحي، انك ممكن زي بالظبط كده الطالب اللي بيذاكر في الامتحان بس هو عنده خوف لا شعوري كده من الامتحان، بس هو لما بيخش الامتحان ربنا بيكرمه وبيحل كويس وبيجيب درجه كويسه. نفس الكلام في نوع تاني من الخوف، هو الخوف بقى اللي بيأثر عليك نفسيا، اللي بيخليك عندك مشكلة وانت مش واخد بالك منها. الخوف الزيادة بيولد عندك التوتر، التوتر ده بيخليك ما بتعرفش تعمل اي حاجة من كتر خوفك من بكرة، من كتر خوفك من الشيء ده، مع انك انت قده بس انت جوه دماغك بتكبره وبتصعبه على نفسك. طبعا دي من اهم حاجة ان احنا نخلي بالنا ونحاول قدر الامكان نحط كل حاجة في حجمها وفي نصابها الطبيعي، ما نقلقش من اي حاجة خالص. وبرضه بيقول لك من اكتر الحاجات برضه اللي بتبين ان انت عندك مشاكل وتوتر شويه، انك عدم التركيز بشكل كبير. اغلبيه الاوقات انت مش بتركز في معظم الحاجات اللي بتتقال لك او في المهام بتاعتك اللي انت المفروض تقوم بيها وتعملها، دايما بتاجلها او دايما تحس ان انت بترجع يعني عايز حد يعيد لك المعلومه مره واتنين، او انت عايز حد يوجهك اكتر من مره، مع انك انت قد الموضوع ده ولو ركزت شويه فيه هتنجح فيه جدا. يبقى التركيز برضو أو قلة التركيز دي برضو من علامات التوتر شوية. قلت من شوية الخوف، الهلع ماشي، برضو من ضمن الحاجات دايما الواحد برضو يدخل بشكل كبير جدا من ناحية الخوف، بس هي دايما الفكرة المجهول، انك دايما بتحطه بتكبر جوه دماغك الشيء المجهول دايما قدامك علشان خاطر تقول ايه، لا انا الموضوع ده بالنسبة لي مش عارف اعمله، القصة دي بالنسبة لي كبيرة جدا. دايما المجهول ده انت بتحطه في صورة الوحش ده، انت ده بالنسبة لك برضو نوع من انواع التوتر. خلي بالنا يا جماعة عشان خاطر القصة دي مش صح برضو. تمام. واهم حاجة برضو من ضمن الحاجات اللي يمكن مهمة جدا في حياتنا الاجتماعية، دايما لما بنقعد مع اي حد من اصحابنا، احد الاشخاص الغرب مثلا، بتلاقيه ممكن في طريقة كلامه تلاقيه ايه، مش متزن، تحس ان هو في مشكله، طريقه كلامه مش مظبوطه. فانت بينك وبين نفسك تيجي تسال نفسك تقول ايه، طب هو الراجل ده بيتعاطى حاجه مثلا، نوع من انواع المخدرات، الراجل ده عنده مشكله نفسيه، عنده ايا كان الموضوع ايه، بيبقى جواك مليون الف علامه استفهام، مليون الف علامه تعجب. انت عمال تفكر طب هو طريقته دي موجوده بقى في حياته، مع بيته، مع دنيته كلها اللي حواليه، ولا بس في المواقف هو معايا ممكن مش متزن. اول ما تحس ان طريقه كلامك مش متظبطه او مش عارف تعمل كنترول على دماغك او مش عارف تطلع المصطلحات المظبوطه بالنسبه لك، ودايما في توتر داخلي، ان في ناس وانت بتتكلم معاها بتحس ان انت يعني غصب عنك جالك توتر، غصب عنك في حاجة هس كده مش مفهومة، مع ان الموضوع عادي على فكرة، الموضوع ما فيهوش مشكلة خالص. يبقى هنا اعرف ان برضو عندنا مشكلة ولازم نشوف حلها ايه.